كفر الشيخ ولا النهارده محافظه كفر الشيخ في اطار المبادره الرئاسيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر استقبلت 18 حاويه فيها 36,000 كرتونه تحتوي مواد غذائيه من رز وسكر وزيت وخلافه لدعم الاسر الاولى بالرعايه حوالي 40 كرتونه حقيقه بالتعاون مع جمعيات اهليه رئيسيه كبرى في المحافظه زي ما الأرمان ومصر الخير وأشرقت وجمعية الشرعية. الحقيقة الجمعيات هتتولى توصيل الكراتين إلى المواطن المستهدف بمنزله. أنا برحب طبعا بجهود الإخوة في صندوق تحيا مصر في الإشراف والتوزيع وده عمل مجتمعي بيدعم أهداف الدولة.